تعبنا سنين بهوام عامل نفسه ما يعرفناش لك. تسلم لي تسلم لي يا حبيبي. القهوه جاهزه. يلا. الله الله على ريحه القهوه. هالنوم يا حبيبي. خدي لك بوسه من هالدقن الناعمه. حليان انا خدي. يلا كمان اليوم حلقت دقنك جميل. ايه حبيبتي. امبارح ما حلقتها؟ بلا حلقتها. ولمين عم تحلقها؟ إليك يا عمري. إلي ولا لنسوان بدك تقابلهم؟ لا هنو حيرتيني هيك. مو كنتي دائما تقولي لي يا جميل حليق دقنك، يا جميل البيس اواعي حلوين، مشان مركزك ومشان طلتك بالمديرية قدام الموظفين والموظفات والمراجعين والمراجعات. لك مو عم بعمل كل هالشي مشان ارضيكي انا. جميل شو ها؟ شو في كمان؟ ليش لابس طقمك الجديد فهمني؟ مشان روح فيه على الدوام. وما لقيت غير اجل الطقم؟ مو انت قلتي لي البسه احسن ما يعت بالخزانة. جميل روح غيره والبس الطقم العتيق وترك هذا للعيد. هنو حيرتيني ها. كل مرة انت بتقولي لي تشيك قدام الموظفين، ما حلو تطلع غير انيق قدام الموظفين. ايه بلا هالشياكة الزايدة، روح غير الطقم، حط جرافي، عم يشبشب لي حاله. قال شكو شكو غيراني عليه ما؟ وهذا اللي بدك اياه؟ لك تكرم عينك هلا فوت بشلحه، وإذا بدك روح على المديرية بالظبط. أصلا هذا اللي كان ناقصني، جميل فوت على أوضة النوم وغير طقمك قوام لشو. ايه على عيني يا حبة عيني، على عيني يا حبة عيني، رح اشلحه هوا. شو رأيك بيا الطقم؟ ايه كمان جديد جميل. طب شو بدي ساوي لك هنو؟ إذا كل طقمتي العتيقة أنت شحتيها. قال شو؟ ما بحبك تلبس طقمي عتيقة، لازم تتشيك قدام الموظفات. الموظفين. الحق علي تسرعت. إيه ولا يهمك، اليوم بنزل على البالي بنقي لي كم طقم هرهريل وبشتريهم منيح هيك. إيه منيح هيك، بنزل معك. إيه شو عليه؟ رأيين أحسن من رأي واحد. سيارتك عم تزمر. إيه خليها تزمر، بيزمر بيزمر وبيروح. شو هي؟ ما بدك تروحي على الشغل يعني؟ إيه بدي روح. طب ليه مو لابسة؟ إيه بدي روح معك. اه معي يا ميت اهلا وسهلا. اذا ما وسعتك السياره بحطك على عيني يا حبه عيني. يلا حبيبتي كان خفيه مشان ما نتاخر. يلا لسه بكير. لا شو بكير، ما عاد لحق. قال بكير قال جميل. من هون لشغلي خمس دقائق ومن شغلي لشغلك خمس دقائق. خمس دقائق الثانيات هم دكتور مقصاير فتح. حسيب. حسيبك للزمن. مرحبا يا اخ. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه شرفتوا. اهلا وسهلا تفضلوا. بدنا طقم رجالي. على عيني انت، على عيني. اهلا وسهلا. لك شو هالحظ الحلو يا انس، شو هالحظ الحلو يا استاذ. اقسم بالله هلا من شوي بس اجتني بالي فيها طقم بياخذ دبنات العقل، ما في منه بكل محلات البلد. لك ليك الطقم انا عم دور عليه صار لي ساعه. تفضل استاذ. ايه حلو حلو ماشي حاله. ايه بدنا طقم غيره. ليش شو هذا انس؟ شوفوا والله حلو. نحن ما بدنا طقم جديد للسهرات، بدنا طقم للشغل قديم وعتيق. ليش شو بيشتغل الاستاذ؟ انا مدير. مدرب رياضه. مدرب شو؟ رياضه، فريق فوتبول يعني. مشان هيك ربحنا 11-0 استاذ. استاذ في عندي بجامعه رياضه بتاخذ العقل. نحن ما بدنا بجامعه رياضه، نحن بدنا طقم للاجتماعات. ليكو شو علي؟ ليكو طقم ورجينا وينو؟ ليكو استاذ تستر استاذ الله يخليك. شو كانه مضيع جعشة خالته. يا سلام اجتماعات يا استاذ، وهذا عروسه وهي جرافته. ايه حلوين كثير جميل حلوين. هلا هدول حلوين؟ ايه بجننوا حلوين كثير حلوين. ماشي يسلموا ايديك، تكلنا على الله. قيس استاذ. ايه سيدي رح قيسوا، بس هدول قد ايه خسكارون؟ هنو 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 عطيني رأيك. شو رأيك بيا الطقم؟ شو هاد جميل؟ هلا هذا هو الطقم اللي اشتريناه؟ اي هذا هو. بس لما قسته بالدكانة كان أحلى. ما هيك؟ هيك. وليش لابسه؟ رايح لشي محل؟ لا مالي رايح، بس عم جربه. تعذبت كثير للبقت له قميص وجرافي. ليكي شو أخدين على بعضهم. حلو ما؟ يه بعت لي حمى، هيك رح يروح بكره على الشغل؟ اي روح شو فيها. شبك وين شردتي؟ هي هنو حلوين هيك ولا البس جرافي تاني على خضيري احلى؟ لا مناح هدول. لا امانه ها، اذا مو مناح وما حبيتيهم بغيرهم. ها مو بس بغيرهم، اذا بدك بلبس البيجامه وبروح على المديريه بالبيجامه بتفتل قدام الموظفات، قصدي الموظفين.
ايوه هيك بدي اياه. مين اجانا هلا؟ شو خسرانين بنفتح وبنشوف مين شرشحين بقلك هيك. اهلين محمود. اهلين فضل. ابو طارق نحلي لقيتك عاوزتك شنو بشغلي. شو الطقم اللي لابسه؟ اهلين محمود اهلا وسهلا. ما في شيء حبيبتي، هذا انا الطقم جبت له اياه لجميل وحبي يجربه، مو حجميل غيره. خلص حبيبي مشان ما يهتري. ايه معك حق، مشان يضل جديد عن اذنكم راح غير انا. ليش ملبسه جميل هالطقم؟ لكن شو بيلبسه فستان؟ ايه ما فيك بالعاده. ما في شيء محمود، بس نحن عنا حفلة تنكرية متلبسته هيك لجميل. ها تنكرية؟ ايه وقلتي لي تنكرية لان انا شو قلت لحالي انا المزوقة مو معقولة تلبس جوزة هيك طقم شرشوف تنكرية قلتي لي. هلا المهم قولي لي ليش انت من فرشتك؟ جيت لكم اني انا وافقت اعمل عملية القسطرة على حسابي تضرب المصاري وساعتها صحته البني ادم اغلى. برافو عليكي هذا التفكير السليم. رح اقوم شوف جميل لك عم بركي بخليهم بالمستشفى يعملوا لي خصم مشان العمليه. وين رايح محمود؟ لعند ابو طارق. عقط النوم؟ لا حبيبتي انا بنادي لك اياه وهو بيجي لعندك. جميل؟ ايوه. تعال حبيبي تعال. ايوه. نعم. محمود الديار. مريم محمود. شكو شكو. شفتي شو لابس؟ جن جميلة خلصت. شو صاير له؟ ليش هيك لابس؟ صباح خير. صباح النور. ياي شو صاير سينيه؟ طالع مثل الطليان. شببو الطقم ليه؟ ليش ما تنوت على حالك بالمراية قبل ما تطلع من البيت؟ معلوم لكان شلون سرعت شعراتي؟ وينها؟ الأناقة تبع الأستاذ جميل المدير جميل. لساتها الأناقة بس تغير التوجه، صارت أناقة أناقوية هلا اسمها، يعني شلون بدي أقول لك هي الشياكة التنكرية. ها تنكرية ولا هي من اختراع مرتك الغيورة؟ هلا قيمني من الحكي وقول لي شلون بدك تقفل المسلسل؟ نهيته. شلون كانت النهاية؟ هلا لا تستعجل على النهاية بتعرفها لحالها. لك وأمل المسكينة شو بها أمل؟ ما عم تستناك مشان تعطيها دور. أنا ما عندي مانع بس على شرط. شو هو؟ بدك تمثل أنت وياها. لا يا عمي أنا مو خرج المصلحة منوم. ليش بقى؟ أصلا ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ ولا مرتك ما بتسمح لك وحاطة الحبل على رقبتك وخانقتك؟ لك خليها تحط الحبل على رقبتي وتخنقني. لك خليها تشد قد ما فيها. لك طالع لي شو بدي لك؟ طالع لي بلعي. بس المهم تضل عم تغار علي وتحسب لي ألف حساب وتسألني وين كنت وليش تأخرت. ايه ايه اضحك تقاوم بصير، بس بدي اشوف بكره وبدها تشد الحبل مزبوط على رقبتك وتنادي لك يا وسيم الحقني يا وسيم الحقني. لا يا عمي لا تخاف ما رح نادي لك. هلا قيمني من هي القصه وقل لي موضوع امل شو رح تساوي فيه؟ هي البنت موهوبه حرام تتركها هيك. ماني نسيان الموضوع، اليوم بدي احكي مع ابو رشا مشانها. مين ابو رشا؟ المخرج، بس ان شاء الله ما يتحيون مثل العاده. بدك تلاقي لي حل استاذ، مرتي رجعت مثل الاول، على وين كنت؟ وين رحت؟ وليش تاخرت؟ هلكتني استاذ، جابت اجلي رح يصغى نظري. شبك؟ شبك انت استاذ؟ انا اللي عم بسالك شبك؟ ما في شيء. بالعكس مزعوج حضرتك؟ لازم تنبسط. اجمل شيء بالنسبه للرجل انه زوجته تغار عليه. تساله وين كنت؟ ليش تاخرت؟ شو اكلت؟ شو شربت؟ لانه اذا ما غارت عليه وما سالته لازم يطم حاله لانه بيكون ساعتها صفر على الشمال. هو شبك؟ ما في شيء استاذ، بس يعني انا راح طق كل شيء زاد عن حده انقلب لضده. شو هي انقلب لضده؟ بالعكس انت بقدر ما بتخلي زوجتك تشك فيك لو دباجي. بقدر ما بتشك فيك بقدر ما بتكون الامور بالنسبه لك امتع، لانه ساعتها بدها تصير زوجتك شبيك لبيك بين ايديك شو ما بدك بتساوي لك. شبك؟ ما في شيء استاذ، بس يعني انا استاذ ما كنت حابب احرجك ودخلك بالموضوع، بس طالما انت شكيت بالاول، قصدي طالما انت كنت بالاول فلازم تضل الاخير. حل لنا اياها بمعيتها. ايه بسيطه هي، لا تهكل همها نهائيا. هالمساله اتركها علي، خلي زوجتك تجي لعندي على المكتب وانا بشرح لها الامور وبفهمها وبحاول خليها تستوعب الوضع كله. شبك؟ شكرا شكرا. شو بالطقم؟ شبكي انت وجوزك؟ شو صار بيناتكم؟ يا استاذ حكومة انت، انا رضيانه بحكمك.
امبارح رحت على البيت حضرت الغداء وقعدت استناه شي ساعتين ثلاثة ما اجا، ضبيت الاكل وقعدت بلا اكل للساعة 10 بالليل. عم بعدين شرف حضرته اجا، متسألته وين كنت؟ ليش تأخرت؟ بس عصب ونرفز وقال لي انا حر بروح امتى ما بدي وبيجي امتى ما بدي، وتركني وفات على اوضة النوم. معي حق ازعل منه ولا ما معي؟ طبعا معك حق. لازم اسأله وين كنت ولا مو لازم؟ هو من جهة لازم ولا مو لازم؟ اكيد لازم، لازم تضلي وراه لتعرفي وين كان بالضبط. ما لازم اتدخل بأمور بنوب، ما لازم تحكي، ما لازم تشتكي، ما لازم تتدخلي. ما بده ياني احكي، شو هالعيشة هي؟ عملت مثل ما بده بس ما قدرت. لازم اعرف جوزي وين عم يروح كمان. شو؟ برافو عليكي، هي هي الزوجة المثالية. بس يعني تحملي شوي، بجوز امبارح رجع على البيت متضايق من شي شغلة، مقروق من شي قصة، بس خليكي على ما انت، بس على الخفيف. ما بيرضى اتدخل بشؤونه، لا على الخفيف ولا على التقيل. خلاص اتركيه علي، انا بقنعه. هذا انت؟ اهلين انسه فسفاس. اسمي فوزيه. هي عفوا لا تزعلي، خلص روقي شبه هيك. روق من ايدك بلمه لحالي. ايه بس لا تضوجي. لانه انا ضويج كمان. فيلي ابن عم بيت حمصي اشتغل تاجر، كان يبيع دخان، يشتري الباكيت ب40 ويبيعه ب20 وقام صار مليونير. بتعرفوا شلون؟ لانه كان ملياردير. شو ليش عم تقلوا بيض؟ ماما ما حضرت غدا؟ افوت راضي احسن ما نمضي الشهر على البيض. حدا منكم مزعله؟ اي حدا من ثلاثتنا، بس مين ما بعرف. هذا باه ما بدي اقطعه لسه. ارجيله اللي لازم تزعلي ولا انا؟ بتعرفي قديش سببتي لي احراجات بهالطقم هذا اللي لبستيني اياه؟ راح يخلص البيض قومي تغدي. ما رديت. مو ناوية تردي؟ شو رايك نطلع نتغدى برا؟ الطقس حلو. ايوه ايوه سيد جميل، بان على حقيقتك لشوف. شو الاوركسترا هي؟ على شو؟ حقيقة شو؟ ليش تغدينا برا؟ بسيطة، لأنه مالك محضرة أكل جوا. إيه لا تواخذني، دخيل عينك لا تواخذني، ما فضيتنا، منتظر تليفونك. هلا فهمت ليش زعلانة. قولي لي هيك من الأول. أنا اتصل فيكي 700 تليفون ما رديتوا. مع مين كنتوا عم تحكوا؟ قولي مع مين كنت لهلا؟ مع المحافظ، كان عندنا اجتماع. مع المحافظ ولا مع فزفز؟ صحيح ذكرتيني، فزفز بتسلم عليكي. يعني كنت معه؟ لك شلون بدها تبعت لك السلام؟ ارجع لعنده واعزمها على الغدا لبرا. يا على عيني. تعالوا جميل. شو في؟ وين رايح؟ رايح اعمل مثل ما قلتي لي. لا تنسى تاخذ اولادك معك. لا، الاولاد جاي على بالهم بيض مقلي، باخذهم ثاني مره. باي جميل. تعالوا. اذا ما بتقلي الحقيقه هلا 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 بضب خرط بروح لبيت اهلي بحمص. انت بتعرفني؟ لا لا يا هنا، لا 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 تزعلي، تعملي الشغله الشغله جد. الله روقي روقي، ليش اخذتي؟ كبري عقلك، الشغله مو محرزه. انت قلي الحقيقه وانا مقدر اذا محرزه ولا لا. انو حقيقه؟ ما اخذت فسفس. الله وكيلك ما اخذتها ولا لقرني، كنت ماري بكريدور المستشفى، شفتها سلمت عليها. ليش اسلم عليها؟ شو رح شغل معها؟ خلاص معك حق، مرة ثانية بس شوفها راح دها كف على نص خلقتها، خربط لي اياها. وليش ما خبرتني اول ما جيت من المستشفى؟ لك خبرتك كان خطكم مشغول. شو على طول خطنا مشغول؟ كنت اعيد واتصل مرة ثانية. لك شو بدي اعمل لك اذا كل ما اتصلت بيطلع لي ون 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 كله مشغول؟ مع مين كنتوا عم تحكوا؟ كنا عم نحكي مع ضراب السخن، ليش ما حكيت مرة ثانية؟ ما قدرت، كنت مستعجل، خفت اتاخر عليها، بيزعل المحافظ بعدين. منو هاي؟ وشو دخل المحافظ بعدين؟ لا 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 وقت لا تحكي بالسياسه. انه احمد شو دخلوا المحافظ؟ المحافظ هو الكل بالكل فيها. قلت لك منو هاي؟ لك المحافظه اللي ما بقدر اتاخر عليها. ان شاء الله فكرني جميل، انه انا حسيتك انه كان عندك اجتماع بالمحافظه، وانه اجتماعك طلع بعد الدوام، وانه انت ما فضيت ولا دقيقه لتطلع من الاجتماع لتحكي معي. عم تحكي كأنك كنتي معي. ليكون كنتي معي ماني حاسس. أنا ما بفتح جميل. لك طولي بالك هلا، من شو زعلانة أنت؟
ولا يهمك موضوع القسطرة حليناه لأم محمود، وعدوني إنه يراعوها. لا ليكون في شغلة تانية قرقتي، وهيك تكوني غيراني علي مثلاً، ها؟ أو خايفة إنه ألعب بديلي. لا كمان هي مو معقول تنزعجي بشانها، لأنه أنت طول عمرك مطمنة وبتعرفي شو في عندك. وليش هي مو معقولة بقى؟ لأنك بتعرفي مين في عندك، مو هيك على طول بتقولي لي؟ حبيبي هاد كان زمان. أكيد هي فسفاس. وقفتك! مو بتشكوا، رح يغرقوا.